من اغرب اللوحات الفنيه اللي ممكن تشوفها في حياتك اللوحه دي. اللوحه دي رسمها 3 فنانين صينيين سنه 2006 وسموها مناقشه الكوميديا الالهيه مع دانتي. فكره اللوحه ان الشاعر الايطالي دانتي أليجيري بيقرا القصيده الملحميه بتاعته الكوميديا الالهيه في حفل عشاء بيجمع 103 شخصيه من اهم الشخصيات المؤثره في التاريخ من جميع انحاء العالم، وكلهم قاعدين بيستمعوا لقصيده دانتي. ومن الحاجات الغريبه في اللوحه دي ان هي جمعت شخصيات ما ينفعش يجتمعوا في مكان واحد، يعني عندك مثلا ده ياسر عرفات وده السفاح شارون وده مايكل جوردن عادي، وعندك جورج بوش موجود في نفس الغرفه مع اسامه بن لادن وصدام حسين، وعندك ادولف هتلر وموسوليني وستالين وايزنهاور وتشرشل، الخمسه موجودين مع بعض في نفس الغرفه ازاي؟ وده بروسلي موجود معاهم عادي جدا. واللوحه فيها شخصيات تاني كتير جدا، رمسيس الثاني، شارل ديجول، مارجريت تاتشر، جانكيز خان، نابليون، اينشتاين، بوتين، تايسون، شارلي شابلن، هنري فورد وغيرهم كتير جدا.